طبعا كلية جامعة بنها الشباب والطلبة والدكاترة عاملين شغل حلو قوي على النت من المعلومات. أستاذ طبعا عماد مهران يعني جهبز التاريخ والآثار الإسلامي والإسلامية في مصر الآن. كل دول والمزيد من علمائنا العظام اللي بنستقي منهم ومن مصادر موثوقة ومؤكدة. أيضا عرفنا أن المسجد مغلق من سنة 93، وهو على فكرة المسجد اللي مرسوم بدقة متناهية. تحية الحقيقة إلى المسؤولين عن العملة في مصر، لأن هو مرسوم على 200 جنيه يا جماعة، هو مرسوم على 200 جنيه، على العملة الورقية فئة 200 جنيه. هو ده مسجد قاني بيرمح. فأنا بدعوكم لزيارة هذا المسجد حتى لو كان من الخارج، لأنك هتتمتع بيه جدا من الخارج. بص عليه لو في جيبك أو لو عندك 200 جنيه قريبة منك، بص عليها هتلاقي مسجد قاني باي الرماح، هذا المملوكي ذو القصة العجيبة الغريبة المثيرة، علشان كمان نتعلم من أخطائهم. خدوا بالكم مش كل التاريخ ناس عظيمة، الناس العظيمة دي بيبقى لها أخطاء، دول بشر ولهم أخطاء في بعض الأحيان كبيرة، وخصوصا المماليك الحقيقة يعني. والمماليك الحقيقة أنا بالنسبة لي حنهي هذه الحلقة معاكم بتساؤل أنا شخصيا بسأله بعد 40 عام من قراءة التاريخ بصفة عامة، يعني بقول إزاي الناس اللي وصلت إلى هذه الدرجة من المعمار الإسلامي العظيم ومن التقوى في بناء المساجد وكده، كان بيبقى ساعات بينهم هذه القلاقل وهذه المشاكل وهذه المؤامرات، وده وثب على ده وده وثب على ده وده سجن السلطان الفلاني وده قتل ده وده عمل ده وده تآمر على ده. فاستغرب الحقيقة، استغرب استغراب كبير قوي على هذه الفترة. هي فترة زي ما اتفقنا كلها إثارة وكلها تناقضات، وده احنا بنتعلم منه. يعني ما هي فائدة التاريخ؟ فائدة التاريخ أن نتعلم من الأخطاء ونكمل ما هو موجود من إيجابيات، ونبدأ من حيث انتهى أجدادنا والآخرين، علشان نتفوق ونرجع نتبوأ عرش الحضارات في العالم مرة أخرى، وهذا ليس ببعيد عن مصرنا العظيم إن شاء الله. بسام رضوان الشماع، كاتب المصريات والمؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو اتحاد الكتاب والمرشد السياحي. زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. معكم فيها اليوم زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.